السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم يا أصدقائي رح نتعلم كيفية عمل معرض صور احترافي على برنامج باوربوينت. قبل ما نبدأ بفيديو اليوم لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. وطبعا يا أصدقائي الحصول على قوالب الباوربوينت وقوالب الإنفوغراف الموجودة على موقع عالمكم، رابط الموقع رح يكون بوصف هذا الفيديو. في البداية يا أصدقائي رح نقرب اليمين ضمن مساحة العمل ومن تنسيق الخلفية تعبئة متدرجة، رح نختارها من لونين. اللون الأول رح نختاره باللون الأبيض واللون الثاني رح نختاره بهذا اللون. من اتجاه رح نختاره من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين بحيث يعطيني تدرج جميل بالخلفية. رح أتوجه إلى عرض ومن الشكل الرئيسي للشريحة رح أقوم بحذف هدول الأشياء الموجودة معي في الشريحة لأنه ما بدي إياهم. رح أتوجه إلى إدراج عنصر نائب ورح أختار صورة، رح أرسم مربع بهذا الشكل. رح أجي لهون الارتفاع بدي إياه 9.5 والعرض بدي إياه 9 بهذا الشكل. مربع الصورة اللي تشكل معي رح أحطه محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. رح كرره بالضغط على كنترول وسحبه. رح حدد المربعين، رح حدد المربعين ورح كرره مرة تانية بالضغط على كنترول. هلا رح حدد هدول الثلاثة واسحبه للجهة المعاكسة بحيث يصيروا معي 7 صور. رح اضغط على إغلاق عرض الشكل الرئيسي. رح انقر باليمين هون ومن تخطيط رح اختار التخطيط يلي أنا قمت برسمه. هلا أصدقائي رح أجي على المربع الأول ورح أنقر على أيقونة الصورة ورح أختار الصورة رقم 1. رح أجي على رقم 2 ورح أختار الصورة رقم 2. وهيك منضيف الصوريات في هدول المربعات. رح أتوجه إلى إدراج ومن أشكال رح أختار مستطيل ورح أرسم مستطيل على قد هذا المستطيل اللي فيه الصورة. رح اسحبه لفوق ورح احطه بهذا المكان. رح كرره كمان لهون ورح كرره كمان مرة. رح حدد الثلاث مستطيلات ورح كرره للجهة الثانية ورح حدد المستطيلات ورح انقر عليهم باليمين ورح اعطيهم تجميع. طبعا هدول المستطيلات انا ما بفيدوني في العرض ولا رح اقوم بحذفهم، ولكن انا لما بدي امشي الصور بين الشرايح بدي اياهم يكونوا في محلاتهم بالضبط، تمام؟ يعني بدي هاي الصورة تنزل تحت هذا المستطيل بالضبط، فأنا مشان ما أتخربط برسم هدول المستطيلات وبس خلص توزيع الصور بشكل نظامي بقوم بحذف هدول المستطيلات. رح حدد الصور ورح أجيب هاي الصورة إلى المنتصف بهذا الشكل. هاي الشريحة رح أقوم بتكرارها بالضغط على كنترول دي. رح حدد الصور ورح أسحبهم صورة بهذا الشكل. كنترول دي نحدد الصور ونسحبهم. هلا أصدقائي رح نقوم بحذف المستطيلات لأنه خلاص خلصت مهمتهم معي في العرض التقديمي. هلا أصدقائي رح أجي على الشريحة الرابعة بما أنه الصورة هي في المنتصف، 3 من هون و3 من هون، فبرسم الدوائر بهاي الشريحة وبعدين بكررهم على باقي الشرايح. رح أتوجه إلى إدراج ومن أشكال رح أختار دائرة ورح أرسم دائرة بهذا الشكل. رح أحطها من محاذاة إلى الوسط. رح أرفع لفوق شوي بهذا الشكل، أصغرها هيك بالضغط على كنترول بحيث تصغر معي من الجانبين. رح كرر للأسفل بالضغط على كنترول وسحبه. رح حدد الدائرتين ورح شيل الإطار عنهم ورح أنقر عليهم باليمين ومن تنسيق العنصر تعبئة خلفية الشريحة بحيث تأخذ نفس تعبئة الخلفية. رح حدد هدول الدائرتين، رح أخذهم كنترول سي على أول شريحة، كنترول في وكنترول في على كل الشرايح اللي فيها الصور.
هلا أصدقائي راح توجه إلى إدراج ومن صور من هذا الجهاز راح أجيب اللوجو الخاص بقناة عالمكم. أنتوا فيكم تحطوا أي لوجو بدكم إياه في هذا العرض. هلا أصدقائي راح أصغر اللوجو وراح أحطه بالزاوية بهذا المكان وراح أخذه كنترول سي على باقي الشرايح كنترول في. هلا أصدقائي راح ننزل إلى الشريحة اللي أنا قمت بإعدادها مسبقا. عندي هون نص داخل مستطيل ذو الزوايا المستديرة طبعا ما له تعبئة فقط إطار، وعندي هون العنوان بعمل له شوية ظل وانعكاس راح أحددهم وراح أخذهم كنترول سي وراح أجي على الشريحة الأولى كنترول في راح أحدد هذا النص راح أخذه محاذاة إلى الوسط راح أحدد هذول الأشكال كنترول جي محاذاة إلى الوسط. طبعا أصدقائي أنتوا راح تقولوا لي إنه ليش هاد غير هاد اللون، يعني ليش هاد فضي كاشف وهذا أسود. تمام، بما أنه نحن في أول صورة الصور الباقيين على أي طرف من هاي الصورة على اليمين ولا على اليسار؟ على اليمين، فنحن راح نضغط على السهم اليمين لحتى تنتقل معي الصورة، أما على اليسار فاضي فما في شيء، يعني لهذا السبب هاد سويته هيك لحتى ما نضغط عليه داخل العرض التقديمي إنه قبل هاي الصورة ما في شيء. لهون أول صورة معي ومن هون بتبلش الصوريات. طبعا وقت نجي لهون السهم راح يتغير، السهمين راح يصيروا سود لأنه هون في قبل صورة وبعدها باقي الصور. راح أحدد هذا السهم وراح أنقر عليه باليمين ومن ارتباط تشعبي راح أخذه الشريحة التالية، وهون راح تطلع لي شريحة معاينة بحيث أشوف إذا كانت الشريحة المطلوبة ولا لا. راح أضغط موافق وبعدها راح أحدد كل هدول الأشكال كنترول سي وكنترول في وراح أجي لهون راح أغير هذا اللون للون الأسود وراح أنقر عليه باليمين ومن ارتباط تشعبي الشريحة السابقة بحيث رجعني على الشريحة الأولى. هلأ بحددهم باخدهم كنترول سي كنترول في على كل الشرايح، وقت بوصل على آخر شريحة في الصور بحدد هذا السهم وباخده بهذا اللون وبنقر عليه باليمين وبزيل الارتباط التشعبي عنه. تمام هيك أصدقائي. هلأ راح نتوجه لهي الشريحة، راح أخذ هاي الشريحة كنترول دي ولكن راح أسحبها لآخر شريحة بحيث تكون هي الشريحة رقم 8 معي. راح أحدد كل الأشكال الموجودة عندي هون دلت مع هدول الصور دلت، راح أحذف المربعات اللون وهي الصورة راح أجيبها لهذا المكان وراح أكبرها بهذا الشكل وراح أجيب هذا النص. طبعا هذا جروب عندي هون مثلا نبذة عن هاي الصورة، عندي هون عنوان الصورة ونبذة عنها. تمام كنترول سي راح أخذ كنترول في خلينا نصغر الصورة شوي. بهذا الشكل هاي الشريحة راح نقوم بتكرار بالضغط على كنترول دي راح نغير فقط الصورة من هذا الجهاز صورة رقم 2 كنترول دي نقر عليه باليمين تغيير الصورة صورة رقم 3. هلا أصدقائي راح نتوجه للشريحة الأولى راح أحدد الصورة راح أنقر عليها باليمين ومن ارتباط تشعبي راح أشوف الشريحة يلي فيها هي الصورة نفسها اللي هي الشريحة رقم 8 مثل ما انكم شايفين عطاني هون معاين وتأكد انه نفس الصورة. راح اضغط على موافق راح اجي لهون على الشريحة رقم 2 راح احدد الصورة راح انقر عليها باليمين ومن ارتباط تشعبي شريحة رقم 9 موافق. عندي هون الشريحة رقم 10 هيك أصدقائي هيك ربطنا هدول الصوريات في الشرايح الألوان بحيث وقت ننقر على الصورة ياخذني على هاي الشريحة يطالع لي التفاصيل بالصورة كبيرة عنوان الصورة ونبذة بسيطة عن الصورة أو تفصيل عن الصورة. رح أحدد الصورة وأنقر عليها باليمين وأعطيها ارتباط تشعبي الشريحة رقم 1 حسب الصورة الموجودة هون بحيث وقت الأنقر على هاي الصورة يرجعني إلى هاي الشريحة أو إلى معرض الصور لحتى أكمل
في التقليب بين الصوريات. تمام هيك أصدقائي، بعد ما قمنا بعمل ارتباطات للصور حددت هذول الصوريات، راح توجه إلى تنسيق الصورة ألوان، وراح أختار هذا التأثير من الألوان بحيث تتميز الصورة اللي أنا واقف عليها. راح أجي لهون راح أحدد الصور هذول ما عدا الصورة اللي في المنتصف، تنسيق الصور ألوان، واختار هذا التأثير وهيك على باقي الصور مثل ما حكيت، بحيث نميز الصورة اللي نحن واقفين عليها داخل العرض التقديمي. تمام هيك أصدقائي، هلا راح أتوجه إلى انتقالات، تحويل تدريجي، ثانية واحدة، تطبيق على الكل بحيث يتطبق على كل الشرائح. بعدين نتوجه إلى عرض الشرائح، إعدادات عرض الشرائح، ومنفعل خيار مستعرض دون مراقب ملء الشاشة بحيث وين ما نقلنا داخل العرض التقديمي ما ينتقل إلى الشريحة اللي بعدها حتى ننقر على الارتباط التشعبي. وهلأ خلينا نشغل العرض التقديمي معنا ونشوف كيف صار معنا معرض الصور. هيك طلعت معي أول صورة، إذا نقرت على الصورة طبعا رح ياخذني إلى النبذة، شقد ما ضغطت داخل هاي الشريحة ما رح ياخذني إلى شريحة تانية أو رح ينقلني لحتى أضغط على الصورة لأنه أنا مسوي لها ارتباط تشعبي، رح يرجعني على المعرض، بنقر على السهم بياخذني على الصورة الثانية، بنقر على السهم بياخذني على الصورة الثالثة، طبعا كمان إذا نقلت هاي الصورة بيعطيني نبذة عنها، برجع بنقر عليه بيرجعني على المعرض، وهيك فيني أتنقل يمين ويسار داخل معرض الصور. كمان هون فينا ننقر عليا ويعطيني نبذة عن هدول الصوريات الموجودة معنا. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم، كان معكم عبد السلام صالح من قناة عالمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.